يقول هذا السائل: إذا كنت في حاجة شديدة إلى مبلغ كبير من المال وليس أمامي سوى الاقتراض من البنك، علما بأن البنك عند السداد يزيد مبلغا على المبلغ الأصلي، فما هو الحل جزاكم الله خيرا؟ ليس لك أن تأخذ الربا مطلقا ولو كنت في حاجة، التمس الطرق الأخرى واقترض من إخوانك الطيبين أو اشتر سلعة إلى أجل وبعها، وهي اللي تسمى الوعدة، يسمونها العلماء تورق، تشتري سلعة بلا أجل بسيارة أو غيرها ثم تبيعها وتقضي حاجتك. أما أخذ القرض بالربا فلا يجوز ولو كنت محتاج، ولو للزواج أو لقضاء الدين، ليس لك أن تأخذ الربا أبدا. الله يسر لك طرق أخرى غير الربا. نعم.